احنا هنا في مخيم صغير، في 5 عائلات جم هنا وعملوا تنس زي ما انتوا شايفين كده. ما عندهمش جزم، ما عندهمش غطيان. في واحدة عيط جامد من البرد. احنا هنا عشان نحط جزم. ده ليه علي مش لابس جزم؟ ما رفضتش الجزم. قاعدين هنا هو ماشيين من غير بتمشي كده من غير جزم؟ عندك 200,000 برا المخيم عايشين، برا المخيم ما بين مفرق عمان الزرقاء ببيوت، وعندهم مشكله رئيسيه هي الاجار. فهذا الزلمه قال انا ما راح ادفع اجار، ولا راح انذل لحدا، ولا راح اطلب حدا. انا ببني خيمه، بنى هالخيم، قال كلفتني بجوز كنه 400 ليره، قال كلفتنا وحطينا وانتهينا. ربنا بيقول ما عندهم حتى حرام، يعني بقول لك خلص انا هذا حطوا شمع شو اسمه زي شادر بلاستيك عشان الشتاء، لا عشان الشتاء ما ينزلش. من جوا باينه شادر بلاستيك. ما عندكوش حرامات؟ بتعملوا ايه لما يبقى الدنيا برد عليكم؟ بنشغل نار فوق تجو. بتعمل ايه؟ بنشغل نار. هي بتشغل نار؟ صحيح. بتشغل النار دي فوق تجو وتدفع عليها. وبتدفع عليها. ربنا يستر عليكم. وتدخلوها جوه الخيمه؟ القماش بس تجمر مش فوق تجو. بس تحمى تجمر. بطل تدخن. تبطل تدخن. انت بتروح مدرسه ولا لا؟ بشتغل بالجامعه. بتشتغل هنا مطعم عشان تقدر تعيش. حرامات تقيلة. بصي دي صوف تقيلة حبيبتي. الله يعطيكم. عايزة كم واحدة؟ الله يعطيكم يعني يا شيخ. الله يمد بعماركم. تعيش يا حبيبي ويحن عليكم مثل ما حنيتوا علينا. الله يحن عليكم. بالعكس يا حجه، انت احنا ما بنحن عليكي، احنا واجبنا نوقف معك. واجبنا.